الصورة التي تظهر تسجيل صوت زئير الأسد لشركة MGM الشهيرة في سنة 1928. وكان الأمر جدي في ذلك الوقت، يعني الموضوع صج، لأن ما في لا ساوند افكس ولا التسجيل الجاهز. فكان الموضوع أني أجيب أسد حقيقي وصوره، لا أخليه يزأر بعد. أنا بيني وبينه شبك وطقني الرجفة حتى أشوف المصور يبين عليه شلون مرتبك وخايف. والله ما لومه، أسد